في المقابل يحرم على المرأة، يحرم على الإيه؟ المرأة فتاة كانت أو مزوجة العفيفة التقية الصينة بنت الناس بنت الأصول أن تتكلم بطريقة تقصد بها إلى تحريك إيه؟ رغبة الرجل. العفيفة لا تفعل هذا أبداً، تتكلم بطريقة فيها احترام أيها الإخوة، فيها عفة، لا يمكن لمن يسمعها أن يظن بها السوء. يقول واضح من لهجتها، العرب يسمونه اللحن، من لحن القول، من لحنها أنها امرأة مستقيمة بنت أصول بنت ناس. قال تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تكلمي بطريقة إيه؟ يعني لا ينكرها الناس، طريقة معروفة، هذه المرأة محترمة تتكلم هكذا، لا تتغنجي، لا تتكسري في لهجتك فتجلب العار إلى أهلك، إلى أبيك وإلى جدك وإلى عمك وإلى أولادك وإلى زوجك. أي هذول أبوها أبو المرأة الكذا كذا اللي أعوذ بالله. ليه؟ ليه؟ المحترم لا تفعل هذا، والمحترم لا يفعل هذا أيضا، لا يسمع إلى الخنا، لا يسمع إلى الخنا.